والصين في مراحل مختلفة. اختلف تماما حقيقة الموقف التركي بعد فقدان الأمل تماما في وجود حل أو في وجود تواصل مع النظام في طرابلس في ذلك الوقت. أعتقد إذا كان أرجع وإذا استكمالا لما تفضل به السيد حسين، بس عشان عندي استراحة، تركيا كانت دائما تسعى إلى النفوذ في المنطقة، وأعتقد هذا النفوذ أو العمق الاستراتيجي الذي اعتبرته المنطقة العربية هو نوع من الداعم لورقة التفاوض التي تحاول أن تخلقها في التقارب أو دخول في الاتحاد الأوروبي. أعتقد هذا المشروع الذي بدأ به بقوة حزب العدالة والتنمية عندما أتى إلى السلطة، تقارب وتقارب كبير جدا، إلغاء تأشيرات وشراكات تجارية كبيرة، فوجئ هذا. في هذا المحور بعد الاستراحة، سنعود بعد الاستراحة لنناقش محورا آخر سنلتقط من خلال هذه الكلمات، دقائق ونعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى حول محور جديد للربيع العربي والجوار العربي ومستقبل علاقات العرب ببعضهم البعض ومستقبل علاقاتهم بإقليمهم والعالم أجمع. من تداعيات الربيع العربي هو التدخل الأجنبي أو الدولي المباشر. ربما يستذكر الواحد تجربة حتى شخصية، قبل 20 عاما حين استنجد الكويتيون بالمجتمع الدولي قيل عنهم ما قيل، وكذلك قيل عن العراقيين حين أو بعض العراقيين حين أيدوا الغزو الأمريكي للتخلص من دكتاتوريتهم. اليوم هناك من كان ضد أو ربما يعني ضد مثل هذا التدخل، لكنه اليوم يستنجد بالعالم في ليبيا وفي سوريا من أجل التخلص من دكتاتوريتهم والاستبداد. ما الذي تغير في المشهد؟ أبتدئ معك الأمير تركي. التدخل الأجنبي معانا من الأزل، منطقتنا جذابة للآخرين، إن كان من خلال مواردها الطبيعية أو من خلال ريادتها في نشر الديانات السماوية وغيرها من الأمور، خطوط الملاحة والقوافل وإلى آخره كلها تمر بمنطقتنا، وهذا أمر أيضا لابد أخذه في الاعتبار. لا نستطيع أن نغير الجغرافيا، فبقدر ما أن الجيران ربما يكون بيننا وبينهم بعض المشاكل أو بعض الخلافات فهم باقون. وفي الإشارة مثلا إلى إيران كعنصر متدخل في أمورنا، أنا أعتقد أنه لابد أن نفرق هنا بين إيران دولة وشعب وكيان وتاريخ وحضارة، وبين قيادة في إيران تريد أن تستغل كل هذه الأمور لخدمة مطامع إن كانت سياسية أو جغرافية أو اقتصادية أو حتى لمواجهة تداعيات في داخل إيران. من الأمور التي أنا دائما أكررها بالنسبة لجيراننا في إيران أنهم نمر من ورق بمخالب فولاذية، وضعهم الداخلي متهاوي، وشفنا التداعيات التي حصلت بعد الانتخابات الأخيرة هناك وما يحصل اليوم من خلافات بين الرئيس وبين المرشد وانفراد القرار في جهات مختلفة. هل هي محاولة لتصدير ثورة أم تصدير أزمة من قبل إيران؟ أعتقد الاثنين، يعني النظام لا شك أنه مؤدلج ويسعى لخدمة الإيديولوجيا التي يتبعها، وإنما أيضا يريد أن يلفت النظر من الداخل إلى الخارج. فالمخالب الفولاذية التي تمتع بها إيران موجودة ونشاهدها في تدخلاتها في دول مختلفة، إن كان في العراق أو لبنان أو فلسطين أو في البحرين أو في اليمن وحتى أبعد من ذلك في أماكن أخرى. تركيا وصفت أنه لها أطماع عثمانية، أنا أعتقد تركيا أيضاً لها مصالح تجذبها إلى أنها تمارس نفوذ وتحاول أن يكون لها
سطوة أو على الأقل حظوة في المنطقة، لأنها بلد كبير من ناحية الجغرافيا ومن ناحية السكان، ويريد أن يحصل على هذه المصالح. فلا نستغرب هذه التدخلات، ولكن لا يجب أن نرتاب أو نعتبرها خطر مصيري بالنسبة لنا. كعالم عربي لدينا من المقومات ومن الكفاءات ومن القدرات التي تستطيع أن تدرأ عننا هذه المخاطر الخارجية إن أحسننا تدبير هذه الإمكانيات. وهنا أعود لما قامت به الجامعة العربية في خاصة في السنة هذه، اللي هي تدل على أن هناك بشائر خير قادمة إن شاء الله لدور عربي موحد تجاه بداية مشاكلنا الداخلية وإصلاحها، ثم مواجهتنا للتدخلات الخارجية. يعني هل هناك دكتور عبد الحسين، اسمح لي بس أنتقل دكتور عبد الحسين على الأقل من جانب القانوني، تدخل محمود وتدخل مدمر؟ يعني ما في أحد يقول تعال يا إيران أنقذينا، بس في البوسنة قالوا تعال يا أمريكا أنقذينا والناتو أنقذينا، في ليبيا أنا أعتقد يعني استنجدوا بالعالم لإنقاذهم، الكويتيين فعلوا نفس الشيء. هل هناك تدخل مدمر وتدخل يعني باني؟ تجربتكم على الأقل في العراق؟ قد ينجح الحل الأمني أو العسكري لحين، وقد ينجح الحل الاقتصادي لحين، دون حلول سياسية جذرية لقضية التغيير ولقضية الحريات ولمكافحة الفساد ولاحترام الكرامة الإنسانية لا يمكن حديث عن تغيير حقيقي. أريد أن أقول قد يحدث أحياناً لحظة توافق تحت ما يسمى بالشرعية الدولية بين القوى الدولية المتنفذة والمتسيدة في العلاقات الدولية، هذا نطلق عليه الشرعية الدولية. قد تكون هذه الشرعية الدولية في تناقض مع القواعد العامة للقانون الدولي. على سبيل المثال، حصل توافق بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة للاعتراف بإسرائيل لحظة قيامها في 15 أيار عام 1948، هذا ما نطلق عليه الشرعية الدولية، توازن القوى balance of power في لحظة معينة، لكن هذا التوازن عارض القواعد العامة للقانون الدولي التي تؤمن بحق تقرير المصير، ولا يمكن للأمم المتحدة أن تتدخل في تقسيم دولة يوغوسلافيا مثلا. هذا الأمر أثار ويثير مشكلات على صعيد الحاضر وعلى صعيد أوضاع المستقبل. لهذا أقول التدخل إذا كان ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة ويعتمد على ما يسمى بالشرعية الدولية المتوافقة ويأتي بالطرق المناسبة سيكون تدخلاً محموداً. لكن هذا كلام نظري، يعني يمكن الإخوان في ليبيا لأن هناك الحقيقة يهتمون كثيراً، هناك ازدواجية وانتقائية في المعايير أحياناً، يتدخلون هنا ويتركون هناك. هذا الأمر بحاجة إلى نوع من التوازن، بحيث يأتي التدخل لأغراض إنسانية حقيقية لحماية المدنيين، لمنع سلطة معينة من قمع مواطنيها وإبادتهم. وهذا ما جرى في ليبيا دكتور مفتاح؟ أي نعم بالتأكيد. أنا مايك بالتأكيد في الحالة الليبية زي ما قلت لحضراتكم أن بدأت بانتفاضة شعبية ثم وجهت بعنف شديد، أدى يعني تطور هذا الموضوع إلى تقتيل ممنهج. وأنا أعتقد أيضا حتى تصرفات النظام ووصفه للشعب بأوصاف بذيئة كبيرة جدا، من الجرذان إلى المقملين إلى مهلوسين وغيرها، أنا أعتقد أيضا استفزت المجتمع الدولي واستفزت الذي يؤمن بقيم معينة. أعتقد تدخل المجتمع الدولي هنا في ليبيا بالذات كان له سببين رئيسيين، السبب الرئيسي أخلاقي بحت، والسبب الثاني هو يدفع بدافع قانوني ومن ثم أيضا في إطار المصلحة. يعني والمصلحة هنا تتفاوت، من الأخلاقي قبل أو المصلحة قبل، لأن هناك أيضا تفاوتت وجهات نظر الدول، وأيضا حتى التي دعمت بشكل مباشر أو التي ترددت في الدعم. فأعتقد لأن كثير من الدول إذا لو تأخذها من منظور المصلحة، كثير من الدول التي قررت مساندة الشعب الليبي في ذلك الوقت أو في بداية الثورة كانت لديها أيضا مصالح قوية جدا مع النظام في ليبيا، ومع ذلك قررت مساندة. أعتقد هناك كان الدافع إذن كان الدافع أخلاقي بدرجة، لأن كانوا يرون شعب من يقتل ويوصف بحاكمه بأبشع قبل الوصف. أن أنتقل إلى الجمهور.